أعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع أن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال شهر يوليو الماضي سجلت أرقاماً قياسية جديدة محققة أعلى معدل عبور شهري في تاريخ القناة وأعلى حمولة صافية شهرية وقدرها 125.1 مليون طن، ما انعكس على زيادة عائدات القناة لتسجل أعلى إيراد شهري في تاريخها بلغ 704 ملايين دولار. أوضح رئيس الهيئة أن حركة الملاحة بالقناة خلال شهر يوليو شهدت عبور 2103 سفن من الاتجاهين مقابل عبور 1670 سفينة خلال شهر يوليو من العام الماضي بفارق 433 سفينة وبنسبة زيادة قدرها 25.9%. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور وليد جابلة الخبير الاقتصادي. دكتور وليد، بداية تحية لك. القناة تسجل أعلى إيراد شهري في تاريخها بقيمة 704 ملايين دولار، قراءتك لذلك؟ أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. وبالتأكيد هذه النتائج الجيدة لا تعتبر مفاجأة بالنسبة للمتخصصين، على اعتبار أنها لم تأتي بصورة تلقائية ولكنها أتت بعد تخطيط وجهد واستثمارات هائلة تم ضخها في هذا المرفق الاستراتيجي والمهم للدولة المصرية وللعالم بالكامل. مصر قامت بمشروعها القومي بازدواج قناة السويس وبتطوير المجرى الملاحي، وكنا وفقا لدراسات الجدوى بالفعل كنا ننتظر هذا التحسن، بالعكس كنا ننتظره في وقت يعني أسرع من ذلك، ولكن تداعيات كورونا وتوقف حركة الملاحة العالمية أثرت. بالتالي نحن نحصد ما زرعناه بالأمس من تطوير للمجرى الملاحي ومن مساهمة المصريين في تطوير هذا القناة في هذه القناة بعد قرار كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي بازدواج المجرى الملاحي. في المقابل هذه النتائج الجيدة هي نتيجة جهد من العاملين في القناة. تابعنا خلال أزمة السفينة إيفر جيفن أن المرور في القناة ليس مجرد مرور، ولكنه يرتبط بطريق من المرشدين، يرتبط بتطوير في المجرى الملاحي. قناة السويس قامت بالفعل بالتعاقد على أحدث المعدات التي تساعدها على تطوير المجرى الملاحي وتساعدها على مساعدة السفن في المرور بسلاسة ويسر. على الجانب التجاري، قناة السويس تمتلك فريق على أعلى مستوى بيحدد الفئات السعرية للمرور. نجد أحيانا القناة بتخفض من الأسعار لعدد لنوعيات من السفن، ترفع أسعار العبور لنوعيات أخرى في أوقات معينة، بالتالي فإنها لديها من الباقات السعرية التي تناسب كافة السفن وكافة التوكيلات. حتى على سبيل النزاع، تابعنا في أزمة السفينة إيفر جيفن عندما حدثت المشكلة ما بين القناة والتوكيل الملاحي الكبير، كان هناك حرص أن يتم إنهاء هذا الأمر بأسلوب ودي، حتى يعبر عن أن القناة بتتفاهم ولديها تفاهمات ولديها مرونة مع التوكيلات الملاحية الكبرى. بالتالي فإن تحقيق هذه النتائج الجيدة أتت بعد جهد كبير قامت به الدولة المصرية، وأتوقع أن هذه النتائج الجيدة تسير في مسار تصاعدي لأرقام أفضل من ذلك بكثير بصورة تدريجية خلال الفترة القادمة بإذن الله. دكتور وليد، سؤالي عن بعض الأرقام التي وردت في الخبر السابق، أنه رئيس الهيئة أوضح أن حركة الملاحة بالقناة خلال شهر يوليو تحديدا شهدت عبور 2103 سفينة من الاتجاهين مقابل عبور 1670 سفينة خلال شهر يوليو من العام الماضي بفارق 433 سفينة. قراءتك لهذه الزيادة وهذا الفارق، يعني إذا ما تحدثنا بلغة الأرقام بشكل خاص؟ بالتأكيد الأرقام حضرتك ذكرتيها، ولكن تبرير هذه الأرقام وتفسيرها أن نفس الفترة من العام الماضي كانت لازالت هناك تأثر بتداعيات كورونا، ولازال الجهاز الإنتاجي في العالم بيتعافى اليوم ورغم تداعيات الحرب الأوكرانية، إلا أن حجم التجارة في العالم بيرتفع، فضلا عن أن القناة جاهزة ومستعدة لعبور
هذه الأوزان وهذه الأعداد من السفن، بل بالعكس هي مؤهلة لما هو أكثر من ذلك. أنوه على أمر آخر وهو ارتفاع أسعار المرور التي كانت رفعتها قناة السويس بعد أن قامت بإلغاء مجموعة من التخفيضات التي خفضتها خلال تداعيات كورونا. بالتالي فإن السياسة السعرية التي تناسب حركة الملاحة العالمية التي تزايدت خلال الفترة الأخيرة، وكانت قناة السويس مستعدة لهذا النمو في حركة التجارة العالمية، هم الأساس لتحقيق هذه النتائج الإيجابية. أشكرك جزيل الشكر دكتور وليد جبلة الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا على هذه المشاركة.